بتتجوز من غير خطوبة وممكن تتجوز 10 رجالة في نفس الوقت لو الشرع بيسمح بده، وهتقدر تعدل بينهم كلهم. ياسمين الخطيب اتكلمت أول مرة عن رأيها في الزواج وكشفت عن سبب لعنات زواجها. الإعلامية ياسمين الخطيب اتكلمت عن أسرار من حياتها الشخصية من خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارسي. ياسمين الخطيب اتكلمت خلال اللقاء عن زيجتها السابقة وحكت عن زوجها الأول، وقالت إنه كان راجل عظيم، لكن الزيجة التانية والتالتة كانوا لعنات بالنسبة لها لأنها اتجوزت في المرتين من غير خطوبة وما قدرتش تعرف طبيعة الشخص اللي هتتجوزه. الإعلامية ياسمين الخطيب اتكلمت في حلقة سابقة من البرنامج عن رأيها في الزواج، وقالت إنها مستعدة تتجوز 10 رجالة في نفس الوقت لو الشرع بيسمح بده، واتكلمت عن رأيها في التحرش، وقالت إن رد فعلها في المواقف دي بيكون الضرب مش أي حاجة تانية، وقالت إنها بتمر حالياً باكتئاب عنيف بعد فشل آخر تجربة عاطفية ليها، واتكلمت عن المرض النفسي اللي بيوصل المريض لحالة انتحار، وقالت مين قال إن المنتحر مش بيدخل الجنة. الإعلامية ياسمين الخطيب أثارت حالة من الجدل خلال الفترة اللي فاتت بعد تصريحات عن التعدد، وبعد ما اتكلمت عن إمكانية الزوج من 10 رجالة في نفس الوقت في ناس كتير هجموها، وفي ناس تانية قالوا اللي قالته ده بيتناقض مع حياء المرأة. الإعلامية ياسمين الخطيب اتكلمت كمان خلال الحلقة عن الحجاب، وقالت انه ما كانش موجود في مصر في فترة الثمانينات، وان الستات لبسوك زي شعبي مش تدين، وقالت ان سيدات الطبقات الارستقراطية ما كانوش بيلبسوا حجاب، لكن ده كان زي شعبي واللي فرضوا في الوقت ده كان الفكر السلفي. الاعلامية ياسمين الخطيب اعتادت على اثارة الجدل خلال الفترة اللي فاتت باطلالتها اللي دايما بتلفت انظار المتابعين، وفي ناس بيقولوا انها بتتعمد اثارة الجدل باطلالتها، وفي ناس تانية بيقولوا إنها بتقصد بتصريحاتها الجريئة دي تصدر الترند. إيه رأيكم في تصريحات ياسمين الخطيب الأخيرة عن الزواج؟ شاركونا بالرأي.